لا تزعل كتير على مرت عمك سوناندا، لأنه يلي بدك تسمعه هلأ مني شي بيقس. شوف يا سيد راج، حياة لمرت عمك سوناندا معلقة بهالأسوار اللي بإيدي، يعني حياة مرت عمك بخطر، فبأي لحظة هي رح تموت وتخسر حياتها. مجرد ما أكبس هذا الزر، المرأة اللي بدها تصير تيتا رح تموت وتنتهي دغري. قلتي تموت؟ شو مفكر لكان؟ إني أنا ما بقدر أعمل هيك؟ يا راج، أنت ما بتعرفني منيح ولا بتعرف يلي بقدر أعمله. طبعاً بصراحة أنا كتير شفقانة عليك، لأنه أنت ما فيك تطلعني برا هذا البيت، وإذا هلأ بتخليني عيش هون، فوقتها راني وابني اللي مو مصدق إنك تشوفه وتلعبه. رح يواجهوا كل الخطر تبع فاسوندرا، ورح يصير الخطر موجود بكل مكان. أنا نبهتك من قبل، إذا بدك تغلط معي رح يكلفك هذا الموضوع كتير غالي يا ابني. اسمعيني منيح، اصحك تأذي شخص واحد من اللي هون، خاصة الاثنين هدول، لأني رح أنهي حياتك إذا أذيتي راني أو يلي ببطنها. وقتها ما رح يهمني إذا بنتهي وراها. رح روح خبر راني بحقيقتك هي محتالة. بتشوفي جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.